وينضم لنا من الخرطوم عبر سكايب مراسل غد محي الدين جبريل. محي الدين، يعني صدى تصريحات عمر البشير ولا سيما حول الأوضاع الاقتصادية وتحسين معاناة ربما الشعب السوداني بزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين، هل كل هذه الإجراءات التي أعلن عنها البشير هدأت من غضب الشارع السوداني؟ زميلتي، ما تحدث عنه البشير في خطابه اليوم من إجراءات وإصلاحات اقتصادية هي تضمنتها موازنة العام الجاري والتي أودعت من ضمن البرلمان قبل 4 أيام تقريبا. القوى السياسية جميعها خاصة في تحالف المعارضة طبعا انتقدت هذه الموازنة، إضافة إلى مراقبين اقتصاديين تحدثوا عن أنها هي موازنة أزمة. حزب الشيوعي السوداني قلل من هذه الإجراءات باعتبار أن هنالك أسباب لا زالت ستجعل العملة الوطنية في حالة تراجع مستمر. هذه الأسباب موجودة، وأيضا ارتفاع نسبة التضخم، وبالتالي كل الزيادات التي أعلنت على قلتها ربما لا تساهم بدرجة كبيرة في حلحلة المشاكل التي يواجهها والضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون بعد الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات وانعدام عدد من السلع الضرورية مثل بعض الأدوية فضلا عن ارتفاع أسعارها. بسرعة ما موازنة العام الجاري وجدت انتقادات واسعة من قوى سياسية عديدة. طيب، لماذا دائما خلال خطاباته مؤخرا محي الدين الرئيس عمر البشير يرجع ربما الأسباب وكل هذه الاحتجاجات والمظاهرات في السودان ربما لتدخل أجنبي؟ يعني وقع كل هذه التصريحات على الشعب السوداني، وهل يصدق الشعب السوداني كل هذه التصريحات؟ زميلتي، معلوم أن حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها البشير منذ العام 1989 قبل 29 سنة بدأت في مواجهات على الأقل مع دول في الإقليم والمحيط العربي، ثم تمددت هذه المواجهات إلى أن وصلت إلى فرض عقوبات اقتصادية من أمريكا وغيرها في منتصف التسعينيات، رغم أن هذه العقوبات قد رفعت تدريجيا العام الماضي، لكن لا زال اسم السودان موجود في قائمة الدول الراعية للإرهاب. الخطاب الحكومي طيلة الثلاث قرون الماضية ربما اعتمد على العقوبات الخارجية في تبرير عدد من الإشكالات الاقتصادية، طبعا بعضها منطقي بعض الشيء خاصة فيما يلي التحويلات البنكية على الأقل، ولكن الآن بعد أن رفعت هذه العقوبات لا زال الخطاب الحكومي يستخدم هذه اللغة، لغة العقوبات الاقتصادية أو على الأقل التحديات الخارجية والمواجهات الخارجية في مواجهة إشكالات تمر بها البلاد. شكرا جزيلا لك من الخرطوم عبر سكايب مراسل غد محي الدين جبريل.